أدون سامحون أدون سامحون. نينو إزيك؟ إزيك نينو؟ اشتقت لك كثير أدون سامحون. كنت فين؟ سألت عليك مش أنا بس اللي قلقت، ده نينو كمان كان قلقان. كنت مشتاق أشوفك أدون سامحون. وأنا كمان كنت مشتاق أشوفك أكتر، عشان كده أنا جبت لك معايا هدية هتعجبك قوي. تعالى ورايا. دي ايه ذوق الجميل استر؟ نينو أدون سامحون، عارف ان الشتاء بدأ والايام اللي جايه هتبقى برد قوي عليك، عشان كده جبت لك بلوفر صوف ايطالي يدفيك تمام. ميرسي أدون سامحون ميرسي. قد ايه نينو انا مشتاق فنجان كافيه من ايدك. حالا حالا أدون سامحون. جيفيرت قهروني ويوسف الازرق اتصلوا وسالوا عليك. وايه اخبار شركات الاوتوبيسات؟ في النوته في اسامي الشركات وعروضها، بس اورلو ظروف هو الوحيد اللي لسه ما ادناش عرضه. ما اتصلتيش بيه؟ انا اتصلت بسيبال علشان اعزمها على العشاء يوم الخميس. وايه اخبار اللوكندات؟ كينج سوليمان بعتت رد، موجود في الدوسيه، بتقول انها وافقت على الخصم اللي احنا طلبناه اذا كان عدد الافواج ما يقلش عن 500 سائح في ظرف 3 شهور. اما اوتيل عمران. ايه؟ عمران ايه يا استر؟ انت ليه سبت البيت بدري النهارده ديفيد؟ عشان ما اسمعش سؤال زي ده. ديفيد ما كانش ممكن انتظر لبعد الظهر عشان اشوفك. اوه سيرينا، وما كانش ممكن اصبر لغايه استر ما تخلص شغل معاك. وحشتيني 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 قوي. ليه ما اتصلتش بيا امبارح بعد ما وصلت؟ يعني خفت اني ازعجك. انبسطت في رحلتك؟ يعني عملت شويه شغل كويسين. وايه الاخبار؟ اكيد هترضيكي. انا يرضيني انك تكون مبسوط ديفيد. انا طلبت من نينو يعمل لي فنجان كافيه، ايه رايك لو تاخدي واحد تاني معايا؟ اوه وكرتوف استر وكرتوف سيرينا. باردون، أنا لما بشوف ديفيد بنسى نفسي. كافيه؟ مش عطلك؟ لا ما أنت عطلتيني خلاص. يبقى آخد معاك فنجان. طبعًا تعرفي جيفيرت جادوسكي. اسمها إستر. ولازم تعرف إن غيابك الطويل خلانا أصحاب. وأكتر من كده، هتعشى معاك عندها يوم الخميس. مفاجآت إستر دايمًا دايمًا بتكون جميلة. إحنا عاوزينك دايمًا تكون راضي أدون سامحون. هيرضيني أكتر لو طلبت من نينو يعمل 2 كافيه بدل 1. تحت أمرك أدون سامحون.